مساء الخير، مساء النور، مساء الجمال، مساء زميلتي العزيزة ميسا، مساء الأناقة والجمال، يعني اسم الله عليك. كل ليلة كل ليلة بتتأنقي أكثر وأكثر. مساكم مشاهدينا عبر قناة أبو ظبي النهار المصرية وام تي في اللبنانية. بتعرفي امبارح بتأمل اللي حكيته والقصة اللي حكيتها اليوم عندي قصة جديدة وعبالي إني أتشاركها أنا وياكي. لا قصة صغيرة مش طويلة. بتحكي عن المحبة والغضب. بتحكي عن بي كان عم يلمع سيارته ومبسوط فيها وعم يلمعها، وإذ بشوف ابنه عم بيخرطش عليها أو عم يجرحها بشيء، فمن فورة غضبه بيضربه على إيده، بس ما بينتبه إنه هو حامل بإيده المفك. أوف. بيضربه على إيده فبيصير عنده بتر بإصبع من الأصابع. بياخده على المستشفى وبيتعالج وبيضطر إنه يبتر له إصبع من الأصابع. فكل مرة الولد الصغير عم يحكي مع بيو عم بيقول له إنه أيمتى رح يرجع يطلع إصبعي، والبي كل ما يشوف هالمنظر يحس حاله إنه مخنوق، يحس حاله بده يبكي، بده يزعل. بيقرر يروح على هالسيارة تيشوف شو كان عم يعمل ابنه على هيدي السيارة، فبيلاقي إنه كان عم يكتب له إنه بحبك يا بيي. لا حول ولا قوة. فقد إيه مهم بحياتنا إنه أيام كثيرة المحبة والغضب ما لازم يجتمعوا بمطرح واحد، لأنه وقت بكون المحبة موجودة بقلبنا بنقدر نتغاضى عن كثير من الأمور اللي هي الدنيوية وما إلها شيء وما إلها قيمة بهذه الحياة. فإن شاء الله هلك القصة صغيرة بتكون مساج لكثير من الناس إنه الغضب ما بيوصل لمطرح، وإنما المحبة بتوصل لمطارح كثيرة. على طاري الأب، اسمحوا لي أعزائي المشاهدين متابعينا عبر قناة أبو ظبي النهار والإم تي في، بمناسبة الذكرى طبعا اليوم 19 من رمضان، ذكرى وفاة المغفور للشيخ زايد النهيان الله يرحمه. الله يرحمه. هو كان أب مش الإمارات لوحدها، العرب كلهم. صحيح صحيح. رحمة الله عليه، محبته عامرة في قلوب كل العرب، كان الأب والمعلم والباني، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وطبعا يطول عمر الشيخ خليفة بن زايد ويحفظ لنا ولي عهده الشيخ محمد بن زايد. إذن الليلة 19 من رمضان، والنجم 19 هو نجم لبناني صرف. الليلة نجمنا هو مسلسل لبناني تصدر لائحة المسلسلات الرومانسية الاجتماعية. خليكم معنا في هذا التقرير. معقول إيه الحب واللي محسسني فيه، واللي بعني من حبك انت ولا حاسس بيه. بونجور. انت من اي ساعة هون؟ اطلع شوف كيف بدي ظبط القصة. لشو خلفت البنات؟ أنا بدي أفهم. تعرفي إنه أنا كثير مبسوط منك اليوم؟ مش بس ما بدك تشمت فيي، كمان مبسوط مني؟ أوف، هذا شرف كبير. شو بكي؟ وسختي لي تيابي؟ يا 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 طلعي قدامك، ما بتعشقي؟ وين راسك؟ لك أنت وليه؟ ولي انت كل عمرك ما بتعرف شيء، لحتى فنجان القهوة ما بيوصل معك صار. لك شو وقعت قصد لفنجان القهوة؟ شو بك عم بتصرخ هيك؟ انت واحد لئيم، انت ألأم واحد شايفته بحياتي، ولا رح تتغير. شو عم بصير؟ ولي انت بلا مخ. لا حق بي. تركا انا قبلين، خلص تركا. فكرتك حتدافع عني، فكرتك حتوقف عند حده. بعد كثير حكي. روق روق روق. بدينا فوت على اوضتي. هلا. بتفكر بالموضوع؟ ما بفكر بشي. ما بيتك وبخلص منك. روح يا جماعة روح. ما في أمعي. انت اسكتي. ليك انا عودة هشرته. حتى ما قلبي ده قلبي ده معقول تكون حبيبي لك، وكل العم حيسوء لك انت. مرحب نحن وياكم بنجوم مسلسل البداء، الفنان يورجو شلهوب، كارين رزق الله، والفنان نقولة دانيال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يورجو. اهلا وسهلا رندا. اهلا وسهلا.
نورتينا، تفضلوا. يعني أنا بالبداية كنت عم استقبل نقولها دانيال، ولكن طلع لي نجمة، طلع لي صورتك، هي صورة الأم، صورة الحبيبة، صورة الأخت، صورة الإنسان اللي بتفوت على القلب بدون استئذان. حبيبي. فالخطأ كان من عندي، وتصحيح الخطأ بأنه أنت تاج راسنا بكل شيء. طول عمرك. الله يخليكي. يعني رجوع عن الخطأ فضيلة. مساء النور، منورينا. من محبتنا للاثنين. ما هي. للكل مش للاثنين. هن واحد ما مجوزين. منورينا كارين. بدءا حابة، بما انك كاتبة العمل ايضا مش نجمته بس، حابة انك تقولي لي هل هذا العمل هو فعلا واجهة للدراما اللبنانية؟ بكل مصداقية. يعني أكيد. في الموسم الرمضاني الحالي. أكيد هيدا من ال يعني إذا بتلاحظي بموسم رمضان هيدا في عملين بس لبنانية، واحد منهم قلبي داء، والثاني أحمد وكريستينا. أوكي. سو شو فكرني انه ما رح اقول؟ لا لا لا، هو انا عارفه هو نيته دائما سيئه، بس انا بحب انه الفنان يذكر اعمال اخرى. بس حبيت سؤال، والثاني العالم مش عارفه انه في احمد وكريستينا. لا لا لا، على اساس ممكن كارين ما تتذكر الاسم. معقول؟ بتتابعي؟ كلهم اعمل هيك بتتابعي؟ اكيد عم جرب تابع قد ما فيي من كل شيء شوي، لحتى واحد يكون عم بيشوف شو عم بيصير حواليه. اكيد المشكله ما بيلحق يتابع برمضان، هيدي مشكلة صعبة رمضان طبعاً. بس يعني في مسلسلات ما بتشوفي منها ولا حلقة. صح. ما إذا بدك تنوعي لتشوفي شوي من هون شوي. طب أنت شو بتشوف يورجو؟ أنا قلبي ده بس أبداً. مش عم تحضر الروح الرياضية؟ يعني ما عم تحضر بيك وأمك بيها؟ لا، ما قلت أحمد وكريستينا. ما قال هلا قلت أحمد وكريستينا. أوكي، عم تحضرون لهم يعني؟ أكيد طبعاً. بس ليه أنت عم تحضرهم اليوم؟ على المشهد عنهم برجع بنقول هذا تعصب واضح. لا عن جد بجرب أحضر قد ما فيي. هلا أنا ما بحضر كثير عن جد، يعني قليل لأحضر هالقد. بس بجرب نوع يعني، شوف شوي من هون شوي من هون لاخذ فكره، لاعرف شو عم بيصير يعني حوالينا، وحتى في زملاء بحبهم وبحب شوف شغلهم يعني كمان. كارين قد ايه قادره تتنافسي مع انتاجات كبيره وضخمه؟ 24 قيراط، تشيلو، في انتاج ضخم يعني بالمقارنه مع الدراما كمان العربيه، في اعمال رمضانيه مش انتم عمل بالدرجه الاولى موجه للجمهور اللبناني لكنه موجه للجمهور العربي، فمش خايفه من المقارنه؟ لا، لأنه أنا بحس أنه الإنتاج الكبير مش هو كل شيء. في عندك نص، في عندك ممثلين. في عندك ممثلين، في عندك كتير إشياء بتلعب دور، والبرهان أنه قدرنا نكون موجودين وقدرنا ننافس. بعدين نحن وقتا بنحضر عمل مصري ما بيكون بس أنه العمل المصري مش بس للمساروي، أنه نحن بعالم عربي حلو كمان تشوفي شو عم بيصير بمصر. كمان العمل اللبناني موجه أكيد بالدرجة الأولى للبنانية، بس كمان بالدرجة الثانية لكل الناس كمان يلي بيحبوا يعرفوا إشي عن اللبنانية. معلش، في قصص، سوري كريم، بس في قصص، القصة الرومانسية أو في قصص هي يونيفرسال. صح. هي ما لها علاقة بس موجهة لمجتمع لبناني. لا، هي عالمية، هي باللهجة اللبنانية. صح. بس في أول شيء، القصة اللي عم نحكي عنها موجودة حتى بفتكر بكل العالم العربي، كل المجتمعات العربية، يلي القصة اللي نحن عم نمرق فيها، يلي هي الأهل اللي بيعاملوا أولادهم هيك، اللي بيعاملوا بنتهم البي هالقد متعصي، والميلة الثانية العيال المنيحة، والموقف الرومانسي اللي عم نمرق فيه، هيدي قصة يونيفرسال. وامتى بينقال على البنت بايرة ولا لا؟ هذه احنا اللي عاني منها كلنا، يعني كل العالم العربي. بس توصل بين سنة خلاص برتي لازم تتزوج. ليكي حتى برتي شوي عن نصلي يعني انا برتي. ايوه. بايرة حتى عالميا موجودين كلهم هول الاشياء، يعني اكيد بنسبات متفاوتة بين بلد والتاني، بس هول قصص موجودة بالحياة، يعني الحب هو وين ما كان. ما بقى فينا نقول بس انه مسلسل لبناني، مسلسل مصري، مسلسل خليجي. في قصص موجهه للكل، في اوقات الوحيد بيتميز انه رندا. هون انا كان بدي اسالك، انه انت لك حصه كثير كبيره بالدراما اللبنانيه، واشتغلتي مجموعه يعني ونوعتي بكثير من المسلسلات اللي اشتغلتيها، شو الفرق بهالعمل عن غيره من اللي اشتغلتي فيه؟ الفرق وبنص كريم، بنص كريم سهل انه نحفظه ونعيشه، يعني بنقراه مره خلص. يعني في مرات في صعوبة نص ما فيك تحفظها كممثل، يعني منعلق على شي كلمة، بالعكس كتير الحوار سلس لأنه من بيوتنا من مجتمعنا، والكوميدي أنا مشتقت له،
أول مرة اجتمعنا أنا وكارين قلت لها عن جد ميرسي خلصوا إنه ما بدي أبكي ولا دمعة. كتبت لي دمعتين. رندا شو الأصعب اللايت كوميدي أم الدراما بالنسبة للممثل أداءً؟ أداءً ما بحس بصعوبة قد ما الصعوبة إنك تفبركي الشخصية تلبق للمكتوب تلبق للنص وتطلع بشكل صادق مقنع للناس، هذا الأهم. إذا كان فيها ضحكة حلو، إذا فيها دمعة بنبكيها. بعدين حسب الممثل بصراحة. في ممثلين بيرتاحوا بالدراما أكثر وبينجحوا بالدراما أكثر، في ممثلين بينجحوا بالكوميدي ما بينجحوا بالدراما، وفي ممثلين بينجحوا بالاثنين. وهذا أصعب شيء، هذه شغلة شخصية ما لها علاقة بشخص واحد إنه شو أسهل لك. في ناس أسهل لهم كل شيء. وفي ناس أسهل لهم وبينجحوا أكثر بالدراما، وقت يلعبوا كوميدي ما بينجحوا، وقت يلعبوا وناس بيلعبوا كوميدي بيلعبوا دراما ما بينجحوا. صح. وفي ناس بيلعبوا الاثنين، ما في حسب هيدي مثل بالغنى، يعني حتى المطربين في مطربين بيرتاحوا لنوع معين، في مطربين بيرتاحوا لنوع ثاني. لنصوص غنائية معينة. يعني رندا يمكن اليوم اللهجة قد ايه ساعدت؟ يعني بمطرح اللهجة اللي أنت عم تستعمليها بالمسلسل اللي هي شوي كسروانية بمطرح ما لأنه طابع قد ايه بتساعدك بمطرح بتساعد إنه الممثل يكون أدائه مرتاح أكثر. طب نفهم يعني للجمهور اللي ما مش فاهم الكسروانية، قول الكسروانية هي اللي عم يحكوها بالمسلسل. هي منطقة منطقة من لبنان. طب احكي لنا كسروانية أنت عشان نعرف نفرق. حط طولهم على الجوجل وين كسروان. أنت احكي لي باللهجة الكسروانية. ما أنا ابن كسروان، هلا مشكلتي بطلت تفهمي علي شيء. طب اعطيني جملة كسروانية. نحن بنحكي بالايش دايما. طب قول لي يعني مثلا انه لا يا شبيه ما بفهمش انا. اي بفهمش هلا فهمت من وين. قد ايه بتساعدي كممثلي بالنص اللي كتبته كارين، يعني بتساعد الممثل انه يكون عنده راحة اكثر باداء الدور؟ يعني لانه كل كلمة بتقطع. واللذة انه فيك تكون كثير طبيعي لحدود انه بننسى حالنا انه عم نمثل، بنعيشها حقيقة. وأول مرة بلعب أنا وكارين، أنا ويورجو في تاريخ أول مرة أنا وكارين، واللي فاجأني إنه كارين هالمرة هي ما عم تلعب كوميك، هي الوحيدة فينا اللي اللايت كوميدي عم تلعبه. صح. عكس ما معودتنا على الكوميديا. إيه ليه ليه كارين قررت إنك كثير تأثرنا تعمل. يعني صرنا يعني خلعتي عباقة الكوميدي اللي معودين عليها مع زوجك فادي، ودايما كنا عم نشوفها بهالمسلسل اللي عم تلعبي فيه شخصيه مختلفه كليا. لبست عباءه يورجو. انتبه هذا رح يجيب لك غيره ويجيب لها مشاكل بعدين. يعني اذا هو ما فتن هو بده يفتن. بس مش اليوم. لا انا عندي واحد اليوم يحب الخير لكل الناس مبين. والله انا دايما بحب الخير بس لا عن جد هلا رندا حكيت بالموضوع لازم تحكي. ليه انت قررتي تكتبي لحالك هالشخصيه؟ هو انا ممثله ثاقبت، بلشت باول حياتي مثل كوميدي، وعندنا بالعالم العربي للاسف يعني لما بينطبع الممثل بشيء بصيروا يخافوا يعطوه يطلعوه برا الاطار، يطلعوه برات هيدا الاطار. فكل العروض يلي كانت تجيني كانت كوميدي، فقلت انا انه طب لا ما بقى بدي العب كوميدي، خلص عبالي انه العب شيء اكثر من كوميدي. ما حبيت كمان اصدم العالم روح على الدراما الدغري، فحبيت انه تدرج. ايه يعني انت عينك على منافسه نادين الراسي. نادين نجام هي نفستني في مشهد انا وياها كوني اما بنبكي، فاجأتني يعني خلص المشهد وبعدنا انا وياها عم نبكي. قلت لها يا حبيبة قلبي أنا ما بدي أبكي بهالمسلسل، أنا دراما وأنت كوميدي، جيبيني لعندك ما تاخدي. جيبيني لعندك. ست رندا بدي أسألك، يعني لما بنشاهد المشهد الدرامي السنة هذه بنحس يعني يجي الأذهان على طول توهج سوسن بدر، أنتم بنفس الفئة العمرية، إيش كثر الذكاء الممثلة يخليها قادرة إنه تكون متوهجة ونجمة في كل الأعمار؟ حلو سؤالك شكراً. يعني يا ريت هذا احساس النقاد والجمهور، يعني هل هذا كان مخطط له ولو بمحض الصدفه؟ ليك العمر والخبره والدراسه بيعطوك انك تتالقي دائما بحسب الشخصيه اللي مكتوبه، تضيفي لها من عندك فنك. في ممثل بيصنع دور واهم شيء النفسيه. يعني تقبرني عن جد خجلتوني، رح ابكي شفتوا الدراما.
ثانك يو. رندا انت مشهوره انت مشهوره هلا مش حنزيد عليكي بس انت مشهوره انك وقفتي حد كثير من الشباب والصبايا اللي اليوم موجودين نجوم. عم بتبكي حرام عليك. كنتي موجوده لا صراحه كنتي موجوده حدهم كنتي داعمه لاملهم بمطارح لعبتي دور الام دور الاخت من ايام مروان نجار من ايام احلى بيوت راس بيروت من كل هالمسلسلات طالبين معنا بطل... بأحلى exactly. بيوت اليوم في شباب لا كان معي مسكت عليه دلل هيك والله مخبي علي وعصام كمان يوم 19 رمضان بتقول لي هالخبريه طبعا ايه طبعا انت مش عارفه انه عندي ثلاث افلام السنه الجايه ما والله وانا امه ثلاث افلام لا بس بدي اوصل لمطرح في كثير من الناس كنت مآمنه فيهم اليوم بنلاقيهم بعده راح ايه انه بتلاقي في كثير من الشباب والصبايا اللي مشيوا بمطرح وجربوا انه يخلقوا طريق لهم وهيدي الطريق ما ساعدتهم. اليوم نحكي كثير عن مشاكل الدراما وغيرها، انت عصرتيها كلها، الدراما شو بدها؟ ليش ما عم بتبين؟ بدها الدولة تآمن فينا بس يصير في دولة إن الله راد. مين؟ الدولة. شو هي؟ بس يصير في تآمن فينا إنه نحن عنصر اقتصادي مهم. ما يعني في صناعة، ما في صناعة. ما هي تتصير صناعة الدراما لازم تجتمع يعني يكون عندك وزير ثقافة يكونوا هالمنتجين مش كل شيء يعني لإلهم يعني بس ما بحياته كان الاتكال بكل دول العالم على الدولة لأنه لا القطاع لا كل شيء بيتخصص أنا أعارضك أنا أعارضك أعتبر إن هذه صرخة يعني مشتركة من كل الفنانين اللبنانيين اللي كانوا معنا والعالم العربي فعلا الدول القادرة على دعم صناعة محلية مثل الدراما والفن لازم تدعمه في كثير بلدان أصلا مش بس هيك الوضع السياسي العام كله سوا وقت يكون سياسة وقت يكون هيك شو بدك تحكي عن الفن يعني وقت عندك اشياء اساسية حياتية يعني تيوصلوا للفن يلي بيعتبروه من الكماليات لا يورجو انا اعارضك في كثير انا ما بقول لك هن بيعتبروه من الكماليات تخلق فن رائع تركيا وقت اشتغلوا صارت السياحة بتركيا هلا ما بعرف قديك بالمية زادي هذا اللي لأنه من وراء صناعة السينما طبعا مش من وراء صناعة المسلسلات يعني هن بيعتبروها كماليات ما خليتيني كمل تفضل بس هي منا كماليات بس صحيح. هي شيء أساسي الفن شيء أساسي للبلد طبعاً. ما في بلد عنده تاريخ وعنده وجود إلا بفنه هيدا اللي بيبقى ما بيبقى شيء من تاريخ البلاد بتتذكري أكتر شيء فنونهم بتتذكري مثلا الاشياء التاريخيه العمارات الموسيقى ما هو جزء من الثقافه جزء يعني من التاريخ شو بتتذكري اكثر شيء من بريطانيا شيكسبير بتتذكري مثلا من المانيا ومن هول باخ يعني هول بتتذكريهم من ايطاليا يعني فيردي بس انا فهمت عليه شو قصده يقول قصده يقول انه عندنا بعض اشياء اهم تهتم فيها الدوله قبل ما توصل انها دوله يعني اول شيء مثلا لما بتصير الكهرباء 24 ساعه ساعتها بنفكر بالفهم في اشياء اهم عرفتي بعد بيعتبروها اهم انا احس ان هي باراليل لازم باراليل هي مفروض لازم هي المسرح حياه مسرح هو مرايه بتعكس الحضاره إذا حضرتنا مشوهة فن مشوه إمتى رندا هيك بيبعدوا إمتى رندا يمكن الكوميدي بيصير بايخ حسب المواقف خادي وراه وجع لأن بيستهنوا هذا الشيء ممكن نسأله لكارين لأن بيستهنوا لعب الكوميك وهو الأصعب يعني بدك بس في شعر بين الهضامة والبيخ إيه يعني بدك تكون كتير جدي بالموقف مثل امبارح يورجو عم ياكل الخيارة ضحكت لنزلوا دموعي يعني هي شغلة بدها دقة وبدها حرفية كتير لحتى تضحكني ببالغوا شوي بفكروا انه كل ما زدنا الحركة كل ما كارين شو رأيك تعقيبا على كلام هلا انا بحس اول شيء شغلة بترجع للممثل الممثل الذكي يلي هو بيعرف الخيط وين بيعرف امتين يوقف ووين الحدود هيدي ما فيك تعلميها يعني هيدي هو يعني من جوا يعني شغلة بحس انه هالقد لما باوفر اكثر شوي خلاص وفي ممثلين ما خلقوا ليمثلوا كوميدي لما بده يمثلوا كوميدي بالقوه ما بتزبط يعني اذا ما هو فيه الولدني من جوا فيه الهضمني من جوا ما في الروح صح رندا انا بدي اسالك انا يعني تفضلي. مره ثانيه رح ارجع شارك كوميدي رندا بدي اسالك اليوم انت رائده ما شاء الله عليكي في الدراما شكرا. اللبنانيه وفي المشهد وحاضره في المشهد اللبناني وحضرتك مخضرمه تقدري تقولي لي تحصري لي مشاكل الدراما اللبنانيه وهل اللي قاعدين نشوفه هالموسم الرمضاني عفوا تحديدا هل هو ثوره دراميه لبنانيه بحته
رح اقول لك المشاكل الدراميه بليز. هي شوي مشاكل انتاجيه بعتقد. عندنا كتاب ممتازين ومخرجين ممثلين. بيجي الانتاج بكتر يلي ما عندهم خبره. يعني ازمه المنتج الفنان. يعني بيهبط العمل قد ما يكون العمل بيرتكز على النص، على الاخراج، على الممثلين، على الابطال، اذا لبقين كمان لبعضهم او لا. يعني اذا هالعائله المحيطه للابطال فعلا يعني سبورت، هي اللي رح تدعم، داعمه، هي داعمه. بيجوكي مثلا الفئات الثانيه اذا هابطين بيهبطوا كل العمل. يعني ما فيك تحط طاوله ولا اجر مخلخله وثلاثه مناح، بتوقع. طيب الفنان اللبناني بشو يتميز عن بقيه الفنانين العرب؟ اكيد انت عارفه. نحن ما بعرف غير انكم حلوين طبعا. لا بس قصه حلقه، قصه الفنان فنان وين ما كان، ما في يعني في لا بس الجمال حلو هو زياده يعني لا. ما فينا ننكر، بس هيدي مش مقارنه مع الفنانين العرب. طالما عنا نفس الوجع اللي جوا، عنا نفس الحماس انه نقدم الجمال، هذا الفن. الفن انه بس جمال فعلا. على فكره يعني لا اكيد طبعا هو موهبه اولا، اولا موهبه وثقافه. عشان هيك الفن بس ما فينا ما نقول على اللبنانيين مو حلوين. حبيبتي شكرا. بس ليكي انا وقتها كنت بطله وكان معي وسام ماما، عرفتي انه ما كانت القصه انه جمال ومش جمال، لا كان هالدور مناسب لها الشخصيه وبيمشي الحال. يعني مشكلة الفنان اللبناني يمكن انا فيني الخصها بشيء بمقوله الاتحاد قوه. هذه مشكلة الفنان. والاتحاد من وين بيجي؟ من نقابة. هذا اللي عم يحكي. لما يكون عندك ثلاث نقابات انه ما في اتحاد ببلد مثلا بامريكا، بامريكا كلها سوا، كل كبرى عندهم نقابة وحدة اسمها اكترز جيلد. لبنان يلي هالقد هالبقعة عنده ثلاث نقابات، اثنين ببيروت ووحدة بشمال. ليه؟ ربك عليم. كيف بدهم يتحدوا هولي؟ كيف بدهم يتفقوا على شيء او يحموا حقوق وقتها كل واحد عنده مصالح خاصة لوحده؟ ما بتصير مهنة إلا ما يصيروا نقابة وحدة. صحيح. لشو ثلاث نقابات؟ يعني ما عم بفهم، ما بتجيب حقوق، ما هي النقابة اتحاد. صح. لما بصير عم بفرقوك يعني سادوا. صح. لأنه فرق اقتصد. سيدة رندا أنا مبسوطة كثير إن كنت معنا، أنا عارفة إن عندك مشوار. أزح. نورتينا وكنتي يعني. يعني نحن اللي فينا نقوله رندا انه ما في اي عمل انت ما كنتي موجوده فيه الا ما كان، الا ما كنتي زينته، الا ما كنتي سر نجاحه، لانه مثل ما قلنا بالبدايه هالطيبه اللي عندك اياها هي واضحه عند المشاهد. شرفتينا بوجودك ودائما بننبسط بان نحضرك بحي الله عمل تكوني عم تعملي. اذا اعزائي المشاهدين رح تغادرنا رندا، بس احنا مستمرين مع نجوم البداء، وابقوا معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين مع نجوم البداء. مين اللي معنا هلا؟ نسيت ها؟ لا ابدا. خلونا نستقبل مع بعض مدام رندا. لا النجم الاولى دانيال. اهلا وسهلا فيك. يعني حبيبي مساء النور. مساء الخير. تفضل نورنا. الو الو اهلا وسهلا فيك السيزون الاولى، شرفتنا. يعني هالمسلسل في له سر صح؟ سر؟ ايه له سر. هالمحبه اللي حبته الناس فيها، مش هيك ميساء؟ طبعا اصاب القلوب على طول، اكيد في سر. يعني وصل لقلوب الناس وبيظل هالعجقه الكبيره خلال شهر رمضان اللي بتوصل لاكثر من 100 مسلسل. وفي ظل كمان انه يعني نسبيا الظروف الانتاجيه متواضعه مقارنه مع مسلسلات اخرى. صحيح. شو سره برايك؟ سره بالدرجه الاولى كتابه ذكيه ومهضومه. وفي يورجو كارين. وبومي وليسيور. كل الموجودين وكل الموجودين حواليهم حابين العمل وعم يشتغلوا من قلبهم، وبعتقد على درجه من الاحتراف انه يقدروا يحملوا هالنص ويأدوا كلمه حلوه. يمكن الناس متعطشه للكوميديا
تعطش انه تتسلى تضحك يعني تضحك تتسلى تتمتع يعني وحقها خاصة بشهر رمضان المبارك يعني انه الاجواء جميلة صح. نكون كلنا هيك مسترخيين مش بالضرورة نضلنا يعني حاطين الحزن بالجرن وندق وعاملين الجدية يعني ب شوي العالم يعني حتى غير انه لبنان تعبان العالم العربي كله شوي تعبان عنده دراما حقيقية عايشة صح بقى يمكن شوي صار لازمه رياحة هو طالب هالرياحة النفسية تينسى هالمقاس اللي عايشها لو يمكن بأوروبا بما أنه ما عندهم هالمقاس اللي عايشينها بيحملوا دراما صاروا هون ما بقى تحمل دراما لأنه دراما رياليتي يعني صار عندك ريل تي في دراما كل يوم من جميع النواحي يا ريت دراما وقفت بس يعني اللي عم نشوفه هلا هو مقاسي أكثر من المقاسي مش بس في لبنان في العالم العربي ما هي ما هيدا اللي قلناه بالعالم العربي كله يعني ما بقى بقعة في منأى يعني كلنا مشان هيك العالم نتشارك نفس الهم كارين اليوم لما كتبت النص كنت شايفة الأستاذ الأولى ويورجو في الأدوار يعني كتبتي لهم ولا كتبتوا بعدين يعني فصلت الادوار ولا كتبتيها بعدين استحضرت الاسامي ليكي هو اذا بدك بلشت باول حلقتين ثلاثه ما كان في كثير براسي حدا بس بعدين دغري وقتها شفت الكاركتير على الورق شفت يورجو وكفيت عم بكتب ليورجو واستاذ الاولى وقتها حكيته قال لي مشغول رجعت حكيته مره ثانيه قال لي مشغول شو كنت مشغول ضليت احكي لاخر شيء قال لي طيب اوكي بعتي لي بقرا وقت قري دق لي وقال لي انه رح يكون معنا بالفعل يعني انا حبيت الدور يعني حبيت الدور وهذا النوع من الادوار هي من الادوار الصعبه خاصه ادوار الاساوي يعني بدها ممثل يعرف يشتغل مزبوط ليقدر ينقل البسمه من خلال الاساوي كثير يعني سايف ذو حدين الدور او انه بيمرق الانسان جاف وبيكون احادي الجانب او انه بده يشتغل على تفاصيل بكل تواضع بشوية ذكاء كمان يعني انه يمرق هذا هالمشاهد للناس من خلال الكوميديا من خلال الشخصية ما تخسر الشخصية العنف تبعها وقساوتها وبنفس الوقت انها تكون كثير مقبولة منها كمان تحبها الجماهير يعني بتتعاطفي عليه بتشفقي على عقلاته لما بتشوفيه عم بيلعبوا للدور وهيدا اللي كان مقصود انه ما يكون كثير بي يعني هو بي قاسي بس اللي رح اللي عنده هالعقلات رح يضحك على حاله بلا ما يقول انه اف ليه عم بينتقدوني هيك هي مش هون النياز حتى لو كرهوه بس انه مش يلعبوا قساوته عم يعني عم بينبسطوا فيه العالم يعني اللي بفهمش معلقين عليها العالم ذكروانية فهمناها يعني لو حدا عم بيلعب شفت هون كنا عم نحكي عن اللي بيلعب الدراما وكوميدي صح فيها كثير نياس انه يلعب هيك دور قاسي مزبوط لانه يلي بيلعب بس دراما كان لعبه بقساوي بشكل كان نزع الدور يعني ما كان طلع طانوس هالمهضوم يلي قاسي وهالقد شرس وهالقد قاسي مع اولاده بس بذات الوقت عاشقينه الناس بس هيدي يعني الشخصية هيدي موجودة هيدي الشخصية موجودة بكل بيت وبكل ضيعة وبكل مطرح يعني وقت كل المجتمعات يعني العربية حبيبي عندنا وعندك خير موجودة في كل مكان بدي أقول شيء بالنسبة للي عم يقوله وسام حقيقة هو هيك ايه يعني أنا وقت اللي بشوف ريت النص يعني عم أنا جدي هيك تشوف صرت تشوف هيدا فلان من عندنا من الضيعة هيدا فلان بالفعل هيدا فلان ويعني وباخد عنهم يعني طبعا الممثل يعني بيلاحظ كثير شغلته انه يلاحظ اللي عم يدور حواليه مشان يغني تجربته ويغني الشخصيات اللي بده يمثلها، بالفعل في كثير شخصيات من عندنا من الضيعه مارقين بطانوس. طيب استاذ نقولها بس تلفت نظر بحب لانه كنا عم نحكي نحن وقبل الفاصل نحن ورندا عن موضوع كثير مهم، انت عايشت الدراما اللبنانيه بالسبعينات وقتها كانت رائده وكانت رائده بالعالم العربي، اليوم شو اللي تغير فيها؟ هالرياده اللي كانت موجوده بوقتها وين اختفت؟ شو اللي تغير يعني تغير انتاجيا بوقتها كان الانتاج جيد وكان كل شيء عم ينعمل وكانت كنا قادرين نوصل وين ما كان كانت يمكن ندره الاعمال كانت مهم يعني انه كان في تلفزيون واحد وكان اللي بيكتبوا قليل والممثلين معروفين يعني معروفين بمعنى انه موجودين مطلوبين على حالهم موجودين بالسوق خلينا نقول يعني بالمهنه والشغل قليل وفي تلفزيون واحد هلا شو بدك بعد ما صار في فضائيات كثير
وتلفزيونات كثير. بس حتى كانت واصلة هلا حتى لو نحن عم نحكي عن تلفزيون لبنان كان موجود بوقتها، كانت واصلة للبلاد العربية. طبعا استاذن اولى انا بتصوري اعتقد انه ما يكثر ممثلين يكثر الكتاب هي ظاهرة صحية. لا اكيد انا بقول رجعنا على نفس الحديث، تلفزيون لبنان يعني مين؟ يعني الدولة، يعني الدولة كانت عم تدعم. طيب شو رايك ناخذ راي احد صناع العمل؟ ايه يلا اكيد. يورجو قول الو. الو 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 بونسوار. مرحبا غادة. هيدي اكيد غادة. هاي غادة. هاي بونسوار. اشتقنا لك. اشتقت لكم كثير. بونسوار. بس عم نشوفك ونشوف بصمتك بالعمل. لو ما عم تبيني على الشاشة عم نشوفك بس. أحية. غادة. يعطيك ألف عافية على هالعمل الحلو. وبدي اياكي تقولي لي هيك باختصار عن يورجو كارين والاستاذ الاولى طبعا عن الكواليس. استري ما شفتي اشياء ما بنعرفها. لا تسترين على ما واجهتي قولي لي. انا بلبن بونسوار بوجه تحيه للكل وبقول رمضان كريم علينا عليك. وبحب ابعث سلام من القلب مع انه كريم اليوم عم شوفها. يورجو اشتقت لك، الاستاذ الاولى كمان اشتقت لك وبحبكم كثير. وانا فخورة اني اشتغلت هيدا العمل اللبناني 100%. هيدا العمل يلي فيه هالقصص الحلوة المهضومة. رمضان رح نزرع بسمة ورح نزرع رح نمسح دمعة ورح يكون في رسائل موجهة كتير حلوة، مساجات رح توصل لكل الأعمار. وأنا بالنسبة لي يكفيني فخرا إنه اشتغلت مع نخبة لبنانية رائعة وعملنا هالعمل اللبناني 100%. بس ما قلتي لي على الكواليس. هل قد بخيلة أنت؟ شو أطرف موقف صار في تصوير المسلسل وأقسى موقف صار عليكم كلكم كأسرة مسلسل؟ أطرف موقف ما بعرف إذا ذكروه كارين أو يورجو، هني ما كانوا معنا بس أنا رحت لحتى أصور مشهد لما أهلها بيطلعوا بالبيك أب وبيروحوا لعندها بالسلاح. نحن كان معنا سلاح بلاستيك. كنا ناطرينكم بس عرفنا أنه علقتوا على الطريق. أي شو صار؟ فعلقنا على الطريق لأنه بظرف 10 دقايق وصل شكاوى علينا إنه في إرهابية بمنطقة جوني. وضعنا في حاجز درك، حاجز جيش، حاجز مخابرات، غير ما نزلونا على الأرض. ولا يا جماعة نحن عم نصور مسلسل والبلاستيك ونسين الرخصة بالمكتب كمان. طب أنا كان بدي أسأل كارين. أبنين سلاح ونسين الرخصة بالمكتب. أنتوا عم تتحججوا بالمسلسل أنا عارف. كارين كان بدي أسأل كارين سؤال بس دامك موجودة بدي أسألك غادة. الثنائية النسائية لا تطلع فيها هيك، الثنائية النسائية كاتبة أو ممثلة امرأة أو المخرجة كذلك، شو الميزة شو فيكم؟ ماشي أعطونا مساحة إناث شوي. أهلا وسهلا راحتكم. خلينا نقعد على جنب. يعني نص لما تكتبوا كاتبة امرأة وتمثلوا وأنت مخرجة كذلك امرأة، شو المميز؟ أنا بالنسبة لإلي مع احترامي لكل المخرجين الشباب أو الرجال، المرأة إلى بصمة خاصة بإخراجها والمرأة إلى بصمة خاصة بكتابتها غير عن البطولة. يعني دائما في رجل وامرأة بالبطولات عم نشوف كمان لهلأ، بس إنه مرأة تكتب بتلمس إشياء وبتحس بإشياء أوقات ما بيقدر الرجال يعبر عنها كتابيا، والمرأة بإخراجها بنظرتها للكادر للكاميرا بتقدر تاخد إحساس وتوصله للمشاهد من الممثلين يلي بيكونوا عم يشتغلوا معها غير عن المخرج الرجل. مع احترامي يعني. شو رأيك كارين؟ أنا رأيي أنه أنا ككاتبة عم بحكي لما بكتب أكيد بقدر أفهم المرأة شو بتحس وأكتب إشياء للمرأة أكثر من ما بقدر أكتب إشي ما يعني بقدر أعرف الرجال كيف يفكر أكيد وبقدر أكتب له كيف ممكن يقوله. شو ضافت غادة لنصك؟ شو ضافت غادة؟ ضافت أكيد اللمسة اللمسة تبعيتها. في ضحكة هون. شو اللمسة؟ لا لقلك شو، غادة قدرت تشوف المساجات يلي أنا عبالي وصلهم كاميرا، قدرت تحسهم أكثر من ما لو رجال كان عم بيخرج كان قدر حسهم. يعني الكلمات اللي بتقولهم، الأحاسيس اللي بتحسهم المرأة
اللي موجودين بقلب الناس، غادة فهمتهم لأن هي مرة وهي بتحسهم وهي بتقولهم لشعوريا لو انوجدت بموقف معين. صح. لو كان شاب هي المرة أيام هي ما بتفهم على حالها. شكرا أستاذ، احنا بنفهم على حالنا منيح. نحن بنفهم على حالنا كثير منيح، المشكلة إنه ما حدا بيفهمنا. بتعرفي في جملة ما ياخذوها بس هي مزحة. أيوه. بي از جود از إت جيتس. جاك نيكلسون هو كاتب. بقى بفوت على مكتب، بقى هي السكرتير بتقرا له كتبه، بقى معجبه فيه كثير، بقى بتقول له كيف بتعرف كيف المرأة بتفكر؟ كيف بتعرف كيف المرأة بتحس؟ قال لها بفكر بالرجال. I take out reason and logic. هذا مش مزبوط، هذه إهانة، احنا عندنا لوجيك. لا لا بالعكس. عم يمزح. لا لا ما تقولي لنا يعني عم نمزح، لأنه احنا أنا بالنسبة لي المرأة خلقت لكي تحترم. أنت لسه عندك 10 حلقات معاي. يمكن في شغله كمان بالنسبه للمخرجه السيده، يعني بصفت كرجل عم بتعامل معها لاول مره. استاذ نقولها اول مره تحت اداره مخرجه امراه؟ مخرجه نعم. أوكي. شو الفرق؟ ايوه حضرتك بتقولنا الفرق. فرق كبير بين الرجل والامراه. اول شيء بتشيع جو من النعومه تفاصيل بالبقى. ربما التفاصيل وخاصه جو يعني. غادة عندها نعومه مش طبيعيه. يعني عندها رقه ونعومه وطيبه في نسوان ما عندهم اياها. يعني حتى كمرة فيها تكون مرة شرسة، مش ضروري تكون ناعمة، بس هي غادة بحد ذاتها كتير رقيقة وناعمة وحساسة. يعني لأعطيك اكزامبل على غادة، لما يكون في مشهد بكي كنا نروح نروق غادة بعد المشهد. طيب استاذ نقول شو اصعب مشهد كان مع غادة؟ صار في مثلا مشهد انت كان عندك رؤية غادة معينة؟ معنا. اي معنا انت بدي يقول لي يعني شو اصعب مشهد كان بينه وبين غاده. ما ولا مشهد كان صعب ابدا. لا. ابدا. كيف مشهد اختلفت فيه وجهات النظر؟ الخبره مع رؤيه المخرج؟ لا كنا بنحكي يعني بنتحدث بكل شيء يعني بكل بساطه، ومثل ما بقول يعني مثل انه في مره ممكن تكون مسترجله ممكن تكون سائله. ابشع من الاسترجال يعني. لا الحمد لله. مين السائل يا غاده؟ مين اسال كاركتر مش ممثل؟ مين اسال كاركتر كان في المسلسل تعبك؟ ليك بصراحه انا برجع بعيده، انا اكتسبت خبره بهالمسلسل، اضاف لإلي، اضاف لشغلي، اضاف لسنين الإخراج اللي اشتغلت فيها. لأنه بعتبر وأنا قلتها بس خلصت، كتبت على صفحتي على الفيسبوك إنه أنا إلي الشرف إني اشتغلت مع نقولة دانيال، مع سترندا، مع كارين نص وبطولة، مع يورجو. يعني أنا بالنسبة لي يورجو هو سيمبل، يعني مش بس كلاس أي، بالأخلاق، بالتعامل، بالتمثيل، بالاحتراف. فبيكفي انه هالجماعه واقفه قدامي وانا كمخرجه عم ديرهم. هي بحد ذاتها خبره. انت مش ناعمه بس، انت دبلوماسيه في اجاباتك. لا لا هي هيك. هي هيك عن جد. ما بتعرفيها غدا. انا هي بهالنعومه بهالدبلوماسيه. ما بدها. لا منها دبلوماسيه غدا، بس تنزعج من شيء دغري بتجي بتقول. بس فعلا اذا بدي سمي يعني هلا عم خاف انسى استاذ عصام، سلطان ديب، الاسامي كثيره. يعني في جامعه كثير كبيره لبنانيه بتشرفني وكلهم اضافوا لإلي مثل ما انا كنت مخرجه، يعني ما اضافوا لإلي. نعم نعم. غدا دغفل، نحن بنتشكرك على هالاتصال، بتمنى لك التوفيق بهالعمل وباعمال اخرى، وشكرا لاتصالك. لك معلش بس في اقول شغله. تفضل. غدا الظرف اللي اشتغلت فيه هيدا المسلسل كان كثير صعب. يعني كانت مرأة بظرف، كان والدها مريض، واشتغلت بظرف كثير 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 صعب. مش حيالله انسان بيقدر يضاين يشتغل مسلسل هو وبيه يعني بحاله مرضيه هالقد يعني، وحتى توفى خلال المسلسل والله يرحمه. الله يرحمه. صح. واشتغلت بظرف كثير صعب، وبذات الوقت ما شفنا منها شيء. يعني في عالم بتعمل هستيريا، بتعمل بالعكس، يعني تقعد مع حالها على الغداء بتحسيها هذا اسمه المحنيه وحس المسؤوليه كمان، وهي شخصيتها هيك، طيبتها هيك، سلامها هيك، وعن جد ما عندها طيبه مش طبيعيه. اذا انا راح اقولها يعطيك الف عافيه على العمل الرائع، وانتم كمان اضفتوا للدراما اللبناني بهذا العمل. استاذ نقولة يعطيك الف عافيه، وحلو حلو هذا الحس، الدعم للجيل الجديد والحضور الحلو. يعطيك الف عافيه، نورتنا اليوم. اعزائي المشاهدين خليكم معنا مكملين بعد الفاصل.
رجعنا نحن وياكم مشاهدينا بحلقتنا لليله، وكمان مستضيف معنا زميلي لكم بهالعمل ستيفاني سعد. اهلا يا ستيفاني. تفضلي ستيفاني. يعني هي الحبيبة اللي مغبونة بهالعمل. هي مغبونة. اللي نامت على شيء وقامت على شيء. والله كاركتر دانا كاركتر حلو كتير، أنا شخصياً كتير تحديني وحسيت بشو تحديكي؟ تحديني بالدور، بالشخصية، بالسؤالة. مش أنا تحداك ولا استفزك؟ استفزني وتحديني، لأنه أنا على طول يعني أدواري كوميدي وبقلد وبمثل كوميدي، فدراما وهيدا الدور هذا اللايت كوميدي منه دراما. أنا بس أنا كل الوقت دراما وما في ولا صفة حلوة تركت ليها كارين غير إني حلوة الحمد لله. أنت وين بتحسي حالك أكثر؟ الاثنين يعني بالدراما، بالادوار المركبه، بالكوميدي، بالارتجال، بالعفويه، وين؟ الاثنين بحبهم كثير. انا خمسه حطيت انا هلا. خمسه. الارتجال والعفويه مش نوع من من الفن، هم موجودين في كل الاعمال. صح متفق. طبعا مش ما تحكون علينا بس. لا عن جد النص رائع. ثانك يو كارينا، هذا النص اكثر من رائع. أنا من عندي حلم من أنا وصغيرة إني مثل قدام يورجو. أوه. من أنا وصغيرة عرفتني كثير. من أنا وصغيرة. ميرسي. مع أنا وصغيرة كنت طويلة سواد. طيب خلينا نحكي بمسيرتك اليوم، أنت مين أكثر نجمة لمعت بحضنك؟ لمعت بحضني؟ ايه انت العلبة الرومانسية كثير. شاب تعبير. وين لمعت؟ لحظة، انت اليوم وقت عم تلعب الحضن الحنون ايه لمعوا بحضني. ولمعوا على صدرك. حضنك كان حنون، لعبت كثير من الكوميدي وكان فيه قصص حب. الحضن هو الحضن الحنون. ايه القلب أكثر نجمة. ايه الحضن بيلقي. مين لمع اكثر شيء مع يورجو؟ مين لمع اكثر شيء؟ يعني كان في اعمال كثير ناجحه، يعني عملت اعمال اول شيء بلشنا انا وفيفيان بطالبين القرب، عملنا حلقات كانت كثير ناجحه وصاروا دائما يسمونا ثنائي كمان، بعدين عملت كان في بنساء في العاصفه نجحنا كثير انا وندى ابو فرحات مثلا، كمان اعتبروا انه ثنائي لانه حلقات طويله. بعدين عملت مع ورد عده اعمال كمان كانت ناجحه كثير، يعني من مع كارين يعني كان اول عمل. مع كارين اول عمل، وان شاء الله بيكون مش اخر عمل، اكيد ما رح يكون اخر عمل، لانه كانت بعتقد ثنائيه اكثر من ناجحه. شو اللي بيميزها يعني الثنائيه؟ الكيمستري الكبيره اللي كان بيني وبين كارين، يعني ما في خبرك المعزة اللي صار عندي إياها والصداقة اللي صارت بيني وبين كارين. أول شيء من وراء النص، يعني نحن أول ما حكينا بالنص أنا النص شفت روح كارين فيه. أول ما أخذت النص أول شيء قلت لها من وين سرقتي؟ قد ما حبيته، قد ما عشقته، هي أكيد مش سرقته، مش تاخدوه هلا، قد ما عشقت وعشقت روحها فيه، حسيت روحها فيه. بعدين صرنا نلتقي لنحكي بالعمل ولا نتفق على الديل وعلى كل شيء، وثائبت العمل طول. وبفتكر واضح الشغل اللي بيناتنا والهالكيمستري اللي صارت بشغلنا مع بعض قديش كبيره، والنجاح الكبير اللي اخذه المسلسل هو جزء منه هالكيمستري اللي بيني وبين كريم. يعني ستيفاني انت بتحلمي بتكوني بنجوميه مين؟ باداء مين؟ مين هيك مثالك الاعلى بتقولي انه انا عبالي يكون بنهار من الايام بهالاداء عم بشتغل؟ بهالاداء في كتار، بس انا بحب اكثر شيء بالنسبه لإلي كارمن دبوس. تحيه كبيره لها، احنا كلنا بنحبها كثير. بحب تمثيلها وكثير بحب ادائها بالتمثيل، وبحسها ممثله رائعه. شابوبا. يورجو انت كنت مع كارمن بسرايا عابدين. مزبوط. وهالعمل يعتبر من الاعمال المشتركه، يعني كان فيه نخبه من الممثلين من كافه الوطن العربي. مزبوط. ليه تم اختيارك بهذا الدور؟
أول شيء الفضل لكارمن، هي اقترحت اسمي. أول اقتراح كان من كارمن، إنه لأنه شغلين سوا نحن بنساء في العاصفة، يعني قد ما أنا عندي محبة وتقدير لشغل كارمن ولا حرفية كارمن، يعني كارمن ممثلة أكثر من رائعة، قد ما بتشتغل بإحساس حلو فعلا، وهي كمان عندها بتحس إنه عندي هالإحساس كمان. بقى هي اقترحت اسمي على البرودكشن واتصلوا فيي، والحلو انه انقهرت كثير لانه كان الدور مفروض نكون سوا، كانوا رح يغيروا دور كارمن ورح يكون حدا تاني، وانبسطت كثير انه رجع الدور لكارمن والعلاقه انا وياها، وان شاء الله هلا بالجزء الثاني يعني عم ينعرض، يعني عندنا مشاهد كثير حلوه ورائعه، وفي كمان مع كارمن في كيمستري كثير حلوه. كارين، بعد نجاح البداء تعتقدي راح يكون في يعني تحرك من جهه انتاجيه عربيه لاشراكك في ربما دراما او لايت كوميدي عربي ككاتبه او كممثله؟ عينك على البان عرب، على الدراما المشتركه؟ عيني مش يعني ما عندي هدف معين او انه اذا بدك انه راكده على شيء معين، لا انا بشتغل اذا بدك للبليزير تبعي، ما بفكر بشيء بعدين، يعني عم بعمل شيء بحبه، بعدين شو بيجي بيجي واللي ما بيجي ما بيجي، انه انا بعمل يلي انا بنبسط اعمله. ستيفاني اعطتك اللي كنت كاتبته على الورق كممثله؟ ستيفاني شو؟ اعطتك وصلت الاحساس اللي كتبتيه على الورق؟ ايه وصلت. حسيتيها بمطارح مثلا اعطتك اكثر؟ لا ستيفاني من الاول انا شايفتها كانت بكذا مطرح، وستيفاني ممثله كثير قويه وشطورة وكنت مأكدة 100% إنه رح تجيب الدور مثل ما هو، وفعلا شكلها بساعدها ستيفاني، وعندها شكلها الحلو وعندها كمان تعبير بس قصيرة شوي. ايه كان عندي مشكلة مشكلة بإنه قصيرة علي، حرام كنت دايما موقفة حطوا لها شيء توقف عليه، ما هيك؟ كنت اتحاشى حتى حدي بالمشاهد، حرام قول عشان ما تظلميها. حتى انا كنت انت ما كان فيك تتحاشى ابدا، مشاهد السياره مارقه، مشاهد السياره منيحه قاعدين في اشياء انا نقلتها، هي مشاهد مش بالسياره، بس قلت لهم لازم نعملها بالسياره، ممكن جلسه يعني. شو استفدتي بكل صراحه، شو استفدتي من الاستاذ يورجو، شو استفدتي من كارين، من كل واحد فيهم، شو عطاكي؟ الوقفة قدام استاذ يورجو اعطتني يورجو، هلا دانا يورجو حاف سامي تطنجي بس اعطتني كثير ثقة بنفسي، وخلتني احس انه عم بقدر مثل مع شخص انا كثير كنت حابه انا مثل انا وياه، فمش بوجهك طبعا هو بيعرف مش كل العالم مش كل العالم، فاعطتني كثير ثقه بنفسي وساعدني كثير بالمشاهد، يعني انا كان كل اضواء يعني كل الكاركتر تبعي صريخ وعيط وثقيله، يعني انا كنت اتساءل من حالي انه العمى شو ثقيله، بس استفدت عن جد ثقه بنفسي مع استاذ يورجو، مع يورجو حاف ومع كريم، تعرفت عليها أكثر عن جد، حبيتها أكثر وعشت معها بالمسلسل مع النص، كنت حس إنه واو، منك مضطرة تحفظي شيء، منك مضطرة تعقدي راسك، في كثير من كل الشخصيات صح، في كثير من الشخصيات اللي كتبتهم قريبة من حياتنا ومن مجتمعنا، حسيت إنه كثير قريبة الروح اللي بيناتنا، والهضامه اللي كانت تكون على السات عن جد كانت روح حلوه على السات عن جد، يعني طيب. ما ولا مره حسينا في هالتوتر، بيصير في توتر بعمل درامي من وراء امور اوقات تقنيه كثير، اوقات تعب كثير، بس عن جد ولا مره كان في توتر من ناحيه الجميع، والله بده يكب شيء، كب لك شيء، انا ناطره. طيب كريم كريم يعني انت حكيتي رح اكون معذر خير، انت حكيتي بالبدايه انه اليوم حبيتي تخلقي شخصيه جديده لإلك بهالكاركتير الجديد اللي انت عم تلعبيه بعيد عن الكوميديا، ولكن هالشخصيه رح تبعدك عن الثنائيه اللي خلقتيها مع فادي،
معقول تفرط السنن؟ هيدي مش في التعيش. هيدي صاروخ موجه. لا صراحة يعني بمحبة. أنت وين كنت؟ بكل محبة وشفافية وحب. ممكن تفرط الثنائية؟ بين مين ومين؟ عم تحكي عن الثنائية الحياتية ولا الثنائية؟ لا الثنائية بالعمل. أوكي فكرت. بالعمل. لا بالحياة أنتم كنتوا ناجح وعندكم عائلة الله يخليكم إياها. ميرسي. مع ضحكة. ليه؟ راجع البيت. كارين راجع البيت. لحظة هلا أنا صرت عم بليز لا أنتم منيح. لا ليك. بوجه له تحية لفادي أكيد. أكيد. نحن ثنائية اجت بالصدفة. شو بدك حزت مش من قلبك؟ لا بالعكس ليه عم بيخلق فتنة اليوم؟ لا بالعكس كل يوم كل يوم لازم يشتغل مع داعش. نحن ثنائية بالعمل هالثنائية ثنائية بالعمل بلشنا أنا وفادي ببرنامج مثل كل هالبرامج على أساس إنه برنامج سيزن وبيخلص. سيزن جار سيزن تاني جار سيزن تالت جار 10 سيزن وناجحين كانوا مش انه كانوا موجودين لانه ما هو اصلا لو ما ناجح ما كان بتجدد المحطه فصارت اذا بدك بالصدفه ما نحن قررنا انه هو ما بده يشتغل الا معي وانا ما بدي اشتغل الا معه ثاقبت هيك ومشينا هيك وكفينا هيك وما احتجنا انه حدا منا يغير او يروح وما كان في وقت انك تاخذ كذا عرض او تشتغل كذا شغله بذات الوقت وفادي عم بيشتغل صار له فترة برات الثنائية تبعيتنا تردي له اياها قلي ليه عم تردي له اياها يعني؟ يا عمي وحياة الله ميتك ما بيموت ما قلت لك نحن نسوان إن كيدهن العظيم ستيفاني بتمنى لك التوفيق بكل الأعمال اللي رح تقدميها بالمستقبل وإن شاء الله الطموحات اللي حاططيها بتكون مكللة بالنجاح ميرسي نحن راح نتابع نحن وياكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل عليك. متابعين نحن وياكم مشاهدينا حلقتنا من جديد بريتنج رمضان وكمان راح ينضم لنا من العائلة من العائلة آخر العنقود روجيسا أهلا روجي بتعموها مسكن روجي نورنا تفضل أنا عادة ببقى جاية كفي هيك على مكتب ميسا بكون بتشوف شو الأجواء اليوم غيرنا العادة يوم أنت ضيف أهلا وسهلا فيك شو أشياك بالأول ثانك يو عن جد شو أشياك مين اللي اهتم بلوكك اليوم اللي بيهتم باللوك تبعك والله سيدريك نوجه له تحية روجي انت ابتديت بالدراما بمسرح الطفل اشتغلت مع الرحابني واشتغلت بكثير من الاعمال اليوم عم نشوفك بهالعمل خيالة كريم وعم تلعب جزء من الكوميديا اللي عم نشوفها قدي كاركترك وعفويتك هي اللي خلوك تكون بهذا الدور هو هذا الكاركتر كان كتير مهضوم والواحد ما بيقدر يعرف وقت يكون بمسلسل قديه هالكاركتير أخذ حقه إلا ما يطلع على الهواء من وراء ردة فعل الناس فأنا اليوم بعتبر هذا الكاركتير هيك أخذ حقه من وراء تحركاتي بإن كان بالمول أو على الطرقات وقت الناس بيكونوا حافظين الجمل اللي أنت دايماً بتقولها بالمسلسل مثل معه حق بيه هاي أكثر شيء رددوه الناس مزبوط 100% معه حق بيه؟ كان معه حق بيه؟ دايما ما حق ولا بقوصنا شو اصعب مشهد صورته روجي؟ في مشهد يعني هيك لهلا بعد مش ناسيه وقت اتصلت بكارين عم اقول لها دخلي كيف بدي اعمل هذا المشهد؟ علقونا عربشنا علقوكم علقونا علقونا بالاوضه مهجوره ساعات بتهلق الاخبار انت بتعيشيها امنا نحن عشناها على الحقيقه فانجبرنا نتعلق بالسقف اجرينا فوق راسنا لتحت معقوله كريم؟ كان انا ما كنت عليه هذا المشهد هيدا ابتكار غدا دخفه للنعمه صرنا ساعتين بنحكي عن نعومتها ليه تعلقت رقيقه بالمسلسل كان مطلوب مني روح شوف خيي وين عم يصرف هالمصريات وين عم يختفي بهالليالي
فللاسف انه انا قدرت جسسته وكمشته، فكمشني وكان القصاص تستاهل تستاهل. شو اللي ضاف لك هذا المسلسل الرجال؟ المخرجة غادة شو اللي استفزته فيك انت كممثل؟ علقته غير تعليقة السقف، وجودك مع نجوم كبار ومن كل الاجيال، شو اضاف لك؟ هو الممثل كل عمل بفوت عليه الا ما يستفيد منه بشيء، اكيد هذا العمل زاد علي كثير، خاصة انه هذا ثاني عمل لإلي مع يورجو، وكثير حبونا كان بأول عمل، بس للأسف بهذا المسلسل ما كان في اتصال مباشر بالحوارات أنا ويورجو. غادة أكيد اشتغلت على أدائها كممثل، أكيد استفادت كثير من أستاذ نقولة دانيال والست رندا كعدي، لأنه خبرة كثير كبيرة بالتمثيل. وأنت كان لك كاركتر مميز، أنا شفت كم حلقة، في هضامة وفي شيء مميز هيك مشاعر. بتعرفي كبر اليوم، يعني كبرت بس وصلت اليوم على الام تي في، استقبلني بي أستاذ نقولة وعن جد هنينا هالكاركتر، فأنا كتير فخور إنه شهادة من أستاذ نقولها دانيال. يعطيك ألف عافية. يورجو بنحسك بفترة هيك مزاجي بالشغل، يعني بتغيب وأيام بترجع. هي مش مزاجية، يعني بيكون حدا مش متوقعك ترجع بهيك عمل بترجع. إيه. على أي أساس؟ تفاجئوني. تفاجئتوا مو؟ على أي أساس؟ عن جد على أي أساس؟ هي منا قصة مزاجية، هي اختيار، يعني أول شيء من أول ما بلشت أنا بختار الأعمال كتير بدقة، ومعروفة صارت هالشغلة، وللأسف كتير فنانين بسمعهم بيطلعوا بيقولوا لك نحن بنختار الأعمال بدقة، بتشوفوا بأربع خمس أعمال بالسنة أو برمضان مثلا بأربع خمس أعمال وبيختار. بس انا مزبوط عن جد، مش هي مزاجيه، مش انه مزاجي ما اشتغل، مزاجي على طول اشتغل لانه انا عندي باشن اشتغل. بس انت من نجوم الصف الاول بلبنان، قليل لالاقي اعمال تعجبني، يعني في مراحل وصلت. انا اول شيء كنت قبل ما ارفض النص اقرا 10 حلقات مثلا، بعدين صرت اقرا انجح حلقتين وارفض النص لانه قليل الاعمال الجيده، وانا بنطر العمل الجيد. بس انا كنت عم بقول انه انت جيد وعندي بناء لإلي، يعني انا عندي كيف بدي ابني شخصيتي التمثيليه، يعني ما بدي اكرر حالي بادوار هي ذاتها، بدي نوع، بدي يكون اوقات مسلسل حلو بس الدور ما بيناسبني وما بيكبرني، بالعكس بحجمني، مشان هيك بنبش على الاشياء اللي بدي اوصلها انا وياك، انه انت من نجوم الصف الاول اليوم بلبنان، بس ما عم نشوف في طرح الا بسرايا عابدين اللي شفناه بالاعمال المشتركه لا يورجو. ليه؟ ليه؟ من غير ليه؟ عم ينعرض عليك نصوص وانت عم ترفضها؟ لا، ولا نصوص عربيه مشتركه بالاعمال المشتركه، يعني اللي عم بتصير ما بين السوريين واللبنانيين. عرض علي عمل واحد لهلا، لا عملين، ايه، وما حبيت اشترك فيهم، بس الباقي ما عندي هالعروض الكبيره من الاعمال المشتركه، ما ساقبت. وكمان عن جد ما عندي سعي، انه انا عندي سعي مثل ما عم تقول كريم كمان، لا اشتغل عمل حلو، لا اعمل اشياء تنجح مثل هالاعمال، يعني كل عمل عملته انا 95% اذا مش اكثر من الاعمال اللي عملها اعمال ناجحه وتاريخي بيشهد، يعني ثلاث ارباع اعمالي هي من انجح الاعمال كانت موجوده على الساحه، بقى ما عم بسعى لها، بس اذا اجت. وحتى الاعمال المشتركه مش دايما عم بتكون اعمال جيده، يعني للاسف عم بيعملوا طبخات مش راكبه بمطرحها، يعني انه عم نطبخها مشتركه وعم نعمل بان عرب لانه تنباع لكل البلدان العربيه، بس منا طبخه ناجحه. في كثير فنانين كانوا معنا وقالوا نفس الشيء، يعني عم تيجي التركيبه بس تنركبها وهي منا راكبه، يعني ما فيك تشوف اشياء عم نركب الطبخه بس لحتى نظبطها ولحتى نجيب من كل البلدان، صح، ونجيب قصص من، عم بيضيعوا القصة، عم بيضيعوا العالم، عم بيضيعوا الجمهور، وما عم بيلحقوا القصة وما عم بينجحوا حتى لما عم يعملوها، بغض النظر عن الأعمال اللي نجحت، في أعمال نجحت، بس طيب. مش دايما قصة بان عرب تنبيع كل العالم العربي بتنجح فعلا. هيدي فكرة كتير غلط، الفكرة لازم تكون راكبة مظبوط لحتى تنجح، مش إنه بس عم نركبها غصب عنا لنبيع العالم العربي. وصلت الصورة. كارين، مين رائدة الكوميديا في لبنان؟ مش هلا يعني، من زمان لهلا، مين الملهمة؟ كممثلة يعني؟
في كثير ممثلات قطعوا كانوا يمثلوا كوميدي حلو، في كريال كريم، في هند قبل لمع، في ست ليلى كرم، ليلى كرم، في 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 كثير. طيب اليوم مين بنافسك انت؟ الكوميديا هي محصوره بين اسمين ثلاثه، مين بنافسك اليوم؟ ما شغلي منا شغله منافسه، كل واحد عنده جمهوره وكل واحد عنده الناس اللي بتحبه واللي ما بتحبه. مين انت بتحبي كممثلات كوميديات او في اللون الكوميدي مين اللي بيضحكك هلا؟ اي كريم رزق الله. ليك نحن مش كتار، هو اصلا الكوميديا بلبنان يعني اللي كثير سبيسياليتي كوميديا منهم كثار، ما عم بيجي حدا على راسي هلا، بس كلهم مهضومين يعني اكثر على الفنانين اللي بيغنوا، بس بالتمثيل ما فيك تطرحي هذا السؤال. ليه؟ لانه التمثيل هو كاركتر، هو شخصيه، هو احساس، لا بس شعور. في فنانين مثلا بسوريا ما في غير امل عرفه وشكرا، في الكوميديا ما في غيرهم يعني، فاكيد في في ناس معروفين باللون الكوميدي، ما فينا نقول انه ما فينا نطرح السؤال ولا مش موجودين، هم معروفين ثلاثه صح. طب خلينا نراضيها ونعطيها اسم. انا اذا عم فكر سالتيني ذات السؤال مش متفكر كارين عم بتهرب، لانه ما في ممثلات بس انه متخصصين كوميدي هون هلا بهيدا يعني، في ممثلات عم بيلعبوا اوقات اشياء كوميدي وفي عم بيلعبوا دراما. طيب في الكوميدي انت استحسنت مين مثلا؟ انت مين شفت ممثله غير كارين طبعا وضحكتك في مطرح وقلت دمها خفيف عن جد يعني باللايت كوميدي؟ او كثير عم ما في اقول لك هلا، بس في كثير مثلا لعبوا مشاهد كثير، مثلا ندى لعبت اشياء كوميدي مثلا، بتذكر ضحكتني بمواقف كثير مثلا ندى ابو فرحان. ليليان نمري مثلا. مين؟ ليليان نمري اكيد. ليليان معروف بالكوميدي، يعني في حدا معروف بالكوميدي؟ لا اكيد. عم تحكي عن تاريخ ليليان مش بس كوميدي، ليليان اصلا تلعب دراما كثير حلو مش بس. انا سؤالي كان مين عجبكم في الكوميدي مشهد؟ ما في شك ليليان عجبكم. ليليان ايكون اصلا كمثلي يعني، غير انه مجله تحيه ست عليا نمره اما يعني يلي هي ام الدراما نسبيا بلبنان. طب انت من عائله فنيه طبعا، السيده ايه؟ إلسي فرنيني والاستاذ الكبير جورج، شو استفدت منهم؟ بدون ما تحسي بتستفيدي يعني، مجرد ما تكوني عايشه ببيت فني انت بدون ما تحسي اول ما تخلقي عم تسمعي، اذا عم تشوفيهم عم بيحضروا وعم بينتقدوا او عم بيحكوا عن عمل او عم بيحكوا عن عمل فني، واكيد كان يصير عندنا اجتماعات بالبيت. بتستشيرهم في الناس؟ بتعرفي للصراحه قليل، لانه اجمالا القرار انا باخذه اكثر ما بستشير حدا بالنص، بس ما في شك اخذ بدون ما احس، اخذ من خبرتهم بحديثي معهم بنقاشاتنا سوا، بس بالاخر الواحد اكيد منه بس بيلحق اهله، بكون شخصيته هو، مكون ثقافته هو، هو بيعمل خطه، بس اكيد اخذ منهم حتى بدون ما احس وانا وعم بحس. روجيه شو الخط اللي عم يحكي عنه يورجو انت بدك ترسمه لحالك؟ بالكوميديا ولا بالدراما ولا وين مركز؟ هو الممثل عادة بالجامعة وقت تفوت تتخصص بهذا الاختصاص بحطوا لك براسك انه انت اليوم ممكن كممثل تلعب كل الادوار. هلا انت كاركترك حسب، في ناس بتاخذ كاركتر بتروح صوب الكوميديا وناس صوب الدراما. انت وين بتحس انا دائما من وراء صغر حجمي واسري دائما بحطوا لي خط الكوميديا، يا حبيبي يا تقبلني ما اختبرني بالدراما. الله كريم يا روجي، بعد بتغير مع يورجو عندما يبكي التراب، وان شاء الله اكون يعني اديت الدور مزبوط، بس انا بعتبر حالي انه قدرت اديت هذا الدور، وبالكوميديا هلا مع كريم ان شاء الله اكون امينه. بس بتحس حالك بالكوميديا اكثر؟ بحس حالي بالاثنين. عظيم. خلينا نستضيف نحن وياكم زميلتنا مروة تنشوف ريتنج لليوم شو. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير على ضيوفنا. هاي مروة. مساء الخير على المشاهدين. هاي رجاء كيفك؟ كيفك اليوم؟ منيحة ميرسي. أهم شيء مروة شو؟ باي. هاي باي. يلا خلينا هلا مشاهدينا نشوف شو كانت نتيجة تصويتكم للمسلسلات الرمضانية المشاركة معنا في سباق ريتنج رمضان. يا ترى هل كان تصويتكم كافي انه يوصل مسلسلكم المفضل للائحة التوب 5 تبعنا لليوم؟ خلونا نشوف سوا. في المرتبة الخامسة عندنا مسلسل القيادة. أما المرتبة الرابعة فعندنا مسلسل 24 قيراط. في المرتبة الثالثة لدينا مسلسل الكابوس. أما المرتبة الثانية فهي من نصيب مسلسل
غدا نلتقي. والصدارة هي من نصيب مسلسل العراب. مبروك للمسلسلات الخمسة الرابحة معنا لليوم مشاهدينا. كثفوا تصويت لمسلسلكم المفضل عشان تشوفوه في أعلى المراتب. أنا بحب أتشكر كل اللي عم يتواصل معنا ويتفاعل معنا سواء كان من خلال التصويت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوا تنزلوا أبليكيشن ريتنج على أب ستور وجوجل بلاي. أنا بشوفكم بكرة. باي. شكرا. شكرا مروة. بس تعقيبا على باي روجيه، لانه نحن بتعرفوا كل يوم بنكون سوا ففي قصص بتعلق بذهننا، فانا دائما بعلق على مروه والباي تبعها. ذاتس واي هلا عم بترد لي اياها. باي مروه. كيف علاقتك بالسوشيال ميديا؟ ما كثير. خلينا نشوف. ثانك يو. تفضلي. يعني بتاخذي مواقف من التويتس المزعجه احيانا تمسحيها ولا شو بتعملي بالضبط؟ تفضلي. بتصدق اذا بقول لك ما عندي تويتر؟ ما عندك تويتر؟ لا. بس في تويتات لإلك. تفضلي. رح اعطيكي هون. انا هلا هون؟ لا الكاميرا هون. اوكي. هدول هن. هلا بشوف اذا بيقدروا يحطوا لنا اياهم على السكرين. تفضلي. مسلسل البداء تبع كارين رزق الله حلو كثير، بس ابصر كيف دائما بحس فيه شيء ناقص وقصته مش منطقيه. مفروض جاوب؟ لازم انت تملك كين حق الرد. لا انا بعتبر انه كل واحد عنده رايه. بتصور ما زال عم بتابع لحتى حاسه انه منا منطقيه، معناتها عم بتابع المسلسل وهذا شيء كثير منيح. حلو، نشوف التغريده الثانيه. قادره تقريها؟ طبعا قادره اقريها. كارين رزق بقريها؟ ايه بليز. كارين رزق الله ما خرجت تكتب كمان، هيدا رأيه. نشوف التغريدة الأخيرة. كارين رزق الله بمسلسل البداء بين كل كلمة وكلمة حتى كلمة انقبر، لازم يعملوا مسابقة كم مرة وردت كلمة انقبر بالنص وربح انقبر مجانا. أنا بقول لهم هول الكلمات نحن بنستعملهم بلبنان بين كلمة وكلمة وكلمة بيستعملون، ونحن عم نجرب نكتب شيء قريب من العالم، وعم نجرب نكتب الطريقة يلي بيحكوا فيها الناس بالشارع. إذا نحن بنحكي هيك ما هيدا مش ذنبي أنا، بس بتصور أهم صورة بيعطي وأكثر مرة بيكون فيها الكاتب واقعي لما بينقل الشارع مثل ما هو، ولما بينقل حديث الناس مثل ما هي. بفهم إذا في ناس عندها اعتراض على هيدا الموضوع، بس يعني ما في لهم شيء، هيدا رأيهم. شكرا كارين. تفضلي. أحيانا النقد بيكون بناء، وأحيانا بيكون النقد مجرد النقد. تفضلي. منعلق على الموضوع ولا هن مين تويت؟ يعني هيدي الفقرة هن يعني شو عم بدك تعلق؟ أول شيء اللي علق إنه كارين رزق الله مش لازم تكتب. أول تغريدات سلبية بيكونوا من الناس، هو مش لازم يغرد. الرياكشن تبع الضيف كيف بتكون عليه؟ يعني لازم يغرد بغير سرب. لأنه اللي كتبته كارين كتير قليل بيقدروا يكتبوه. أول شيء بطريقة بناء الدراما، بكتابة الشخصيات، ببناء الشخصيات، وبتطور الأحداث اللي عملته. إذا هيدا عم بيقول ما لازم تكتب، يعني شيء تعتير يا كاتب كاتبها هيدي الشغلة لأنه شافها هالقد منافسة قوية. وتاني شيء على كلمة انقبر، حطتها هي أكتر شيء على لسان طانوس، لأنه طانوس بيحكي هيك مع أولاده، مش حطتها على لسان سامي، مش حطتها على لسانها هي، حتى على لسان الكل. لنقبر هو طانوس هيك بيحكي مع أولاده، نقبر ونضب وكذا. شو بده يقول له؟ إنه شو إنه نقبر هو هيدي محط كلام عنده مثل بفهمش بقى، ما يتفلسفوا بتويتس وبأشياء بلا طعمة. على القليلة كانوا يا ريت حسيت وحدة من هالتويتس حكيوا بشي بالعمق، او لاقوا ليك ما في شيء كامل، ما في مسلسل كامل، ما في شك،
ونحن بنعرف انه يعني هيدي الفقره هي هيك كرمال ناخذ كرمال استفزل يا ريت مش استفزل مين تويت اسم الفقره يا ريت بيكون في عمل بوزيتيف مثلا بدل ما تنقي تويت نيجاتيف هي الفقره اسمها مين تويت عشان نشوف رده فعل الفنان تجاه الاشياء السلبيه بس يا ريت حتى يا ريت بيكون مين تويت بس مين بطريقه ذكيه او اذا كشف اغلاط مزبوط يعني نحن شايفينه او ضعف نحن شايفينه نحن عم نقول عاملين عمل حلو كثير ونجح كثير والحمد لله بس ما عم نقول انه عمل كامل اكيد ما في شيء كامل الا ما تكون في شيء نقص معين يا ريت لاحظ هالنقص وفات بالعمق مزبوط بدل ما ينتقدوا اشياء سطحيه وبصراحه هبل النقد شوي سطحي بس نحن بنتقبل كل النقد في عندك صوره لا 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 في نقد هيدا مش نقد هيدا طبعا يرقص الصوره لا بس انا حبيت اعطيها لكريم صوره فادي اي شو بدك تعبري بكلمه اكيد جوزي وبحبه كثير الله يخليكم لبعض ميرسي وبالنجاح الدايم ان شاء الله بكل شيء ميرسي أنا وياكي رح نكتب النص ولا ميسا بتحبي تفضل إيه؟ تفضل أنا رح أختم وأنتوا اكتبوا النص سيناريو لا أنا ما بدي أكتب النص ما بدك تكتبي النص؟ لا ما بدي إيه طيب أنا وكريم لكن أنا وياكي كريم شفت تفضل إذن أعزائي المشاهدين استمتعنا بليلة درامية لبنانية صرفة تحية كبيرة لكل صناع الدراما اللبنانية لما يواجهونه من تحديات وإن شاء الله الدراما توصل إلى العربية بعناصرها المحلية لنا ملتقى غدا إن شاء الله مع مسلسل خليجي لو أني كنت أعرف خاتمتي وراح يكون معنا فرسان ونجوم الدراما الخليجية النجمة هيفا حسين والنجم عبد المحسن النمر لكم مني من طاقم البرنامج أحلى تحية وتصبحون على ما تحبون